بالفعل. أما هلأ رح نبدأ، رح نبقى بمواقع التواصل الاجتماعي بأجواء المؤثرين، ولكن رح نحكي أكثر عن المرأة. نعم. فكثيراً ما تمضي المرأة إلى صالون الحلاقة لتغيير لون شعرها أو مكياجها، وبتعلق من بعد الريلوكينج أنه هلأ صرت عم بشعر أنه وضع النفس صار أفضل. ولأنه الرضا عن المظهر بيمنح الثقة بالنفس، فكثيرات بيعتقدوا بأنه أناقة المرأة بيساهم بنجاحها المهني، وخصوصي وأنه بيرتبط هالأمر سلوكياتها وثقافتها. وهو ما يدفعنا للسؤال، هل لللباس والأناقة دور في تمكين المرأة بعملها؟ من بعد ما باتت السوشيال ميديا منصة حقيقية للتعبير عن هواجسنا وأحلامنا وأيضا الرسائل اللي منريد أنه نعززها، ما أدى إلى شهرة الكثيرات، لا سيما اللواتي اشتغلنا على المحتوى وربط الأزياء بالتمكين وأيضا الرسائل الإنسانية. بالفعل، والجدير ذكر أيضا في علم النفس يقال إذا أنت راضي عن نفسك من الداخل ينعكس على الخارج. وخليني أقول أيضا أثبت أن إذا راضي عن نفسك من الخارج قد ينعكس هذا إيجابيا على نفسك من الداخل. اليوم معنا امرأة تونسية تعمل على صناعة المحتوى، ولكن ليس من جانب النظريات، إنما من خلال الأناقة والمظهر اللي أعطته الشعوب خلال تاريخها الطويل أهمية، واللي نرى اليوم بصورة متعددة على أرض إكسبو. هي رائدة أعمال ومنتجة محتوى ومؤثرة في مجتمعها، تهدف لتمكين المرأة العربية، واختارت الإنستغرام لعرض الموضة والأزياء من خلال رسائل وفيديوهات تقدمها للمرأة في حالات المرض والصحة، إلى جانب دعم أصحاب الهمم. حاول تفاصيل أكثر، هي معانا أكيد في الاستوديو اليوم. خلونا نرحب فيها، في سارة عبدالله، صانعة محتوى على السوشيال ميديا. صبحت الله بالخير، صباح الأناقة أول شيء. بونجور، كيفك اليوم؟ تمام، شكرا على الاستضافة، وأنا كتير مبسوطة وسعيدة بوجودي معكم اليوم. نحن أسعد يا سارة. بداية خبرينا شوي عنك، عن الثقافة اللي أتيت منها، وليه اختارت سارة اليوم تكون ناشطة على السوشيال ميديا مع أهداف مثل ما ذكر نور الدين بالمقدمة من شوي؟ أنا بنت من تونس، جيت من تونس الخضراء، هالبلد اللي كله ثقافة وجمال. أنا ربيت بعائلة بتشجع على الثقافة وأنه ما في شيء مستحيل بالحياة. المرأة ببلدي بتونس الخضراء تتمتع بحريتها، المرأة ببلدي بتتمتع بكل حقوقها المدنية وهي متساوية مع الرجل. لما كنت صغيرة كنت على طول متأثرة بقصة عليسة الأميرة الفينيقية اللي اجت من صور من لبنان ونقلت حضارة كاملة على ظهر سفينة وأسست مدينة قرطاج الفينيقية. هالقصة كتير أثرت فيني وضلت معي بكل مراحل حياتي، يعني هيدا الإرث العظيم اللي أرثونا إياه أجدادنا خليني يكون اليوم أنه فكر أنه أنا لازم أعطي وساعد كصانعة محتوى، كمخرجة وصاحبة شركة إنتاج، أنه أقدم محتوى يخاطب المرأة، يجرب يمكن المرأة العربية من خلال المحتوى اللي أنا عم بقدمه. واخترت السوشيال ميديا لأنه هو المنبر الوحيد المتوفر تقدر وصل صوتي وأفكاري لكل الناس. جميل جدا. طيب، يعني واضح من جوابك أن أنت تحملين فلسفة معينة في حياتك مشيتي عليها، وتحاولين من خلال المحتوى اللي تسوينه على شبكات التواصل الاجتماعي، ومثل ما أسلفتي وقلتي أنت أيضا مخرجة وعندك شركة إنتاج، فكيف توصلين هذا الشيء وتروجين له على شبكات التواصل الاجتماعي؟ يعني خبريني مثال من المحتوى اللي انت تتجينه على شبكات التواصل الاجتماعي. اول شيء انا يعني على طول بالمحتوى تبعوتي بجرب انه اعتمد على القصه. حلو. يعني انا بالنسبه لي القصه هي اهم شيء، اهم حتى من جمال الصوره. نعم. يعني انت كمشاهد او كمتابع انت بتامن بالقصه وبتتذكر القصه. يعني هلا صرنا أكيد بنقول في ملايين من الناشطين على السوشيال ميديا، في الملايين من الناس اللي بتعرض فاشن موضة وأزياء، بس تحضرها وبتنساها. نعم. شو اللي بيرسخ بذهنك هو القصة. فأنا على طول عم جرب أربط القصة مع محتوى ريليتد لفاشن لتسي. فهيدا كتير مهم بالنسبة لإلي إنه يكون في معنى، يكون في إيميل للمحتوى اللي بدي أقدمه ان سوشيال ميديا. بياخذ وقت، يعني انا اليوم بخرج بنتج بكتب اقدم بجوات المحتوى كله مع بعضه، بس
بنبسط لما بقدم هيدا المحتوى وبشوف انه المشاهدين عم بيتفاعلوا مع الرساله اللي انا عم بقدمها. يعني انا بآمن انه انا كمرة اليوم انا اكثر من مجرد وجه جميل او لابسه ثياب جميله، لا، انا فيني افكر، فيني اوصل صوتي، مع انه انا ما بغني ما بمثل، بس انا تعلمت انه اكتب، تعلمت انه وصل صوتي من وراء هالصوره اللي انا عم بتخيلها. فهيدا الشيء اللي انا كثير بعتمد عليه بالكونتنت تبعوتي. هلا اكيد كمان يعني بدك تواكب شو عم بيصير، يعني في ترند، في ريلز، في فيديوز بدهم ينعملوا، بس فيك تستعمل هيدي الترند بس بتحط فيها انت امباكت، بتحط فيها بصمتك الخاصه، بعد بصمتك الخاصه، ما تكون انت مواكب بس عم بتتابع شو عم بيصير. يعني قديش صعب تختار توبك تحكي عليه اصلا، قديش صعب تقدر تكتب هيدا الشيء سبيشال. يعني انا ماي سكيلز، انا مخرجه، اكتشفت مع الوقت انه فيني اكتب كمرأة، كأم عندي ولدين، وكناشطة بالمجتمع، انه لا، فيني اكتب وفيني اعبر عن افكاري ووصل صوتي للمرأة وجرب انه ذكرها باشياء معينة. وبالتالي الاعداد اللي عم تحكي عنه اللي اكيد بده وقت ومجهود، هيدا عم بيكون من تجربتك الخاصة كامرأة وكأم، يعني عم تستمد الافكار من حياتك الخاصة لتساعد غيرك. كل كونتنت عملته، كل محتوى كان له معنى لإلي، بيلمسني بشيء بحياتي. يعني حكيت على كذا مواضيع، كل موضوع لأنه كان في تجربة بحياتي فيه ومؤثر فيني، خليني أطلع وأحكي عليه وأرجع وجهة نظري. يعني نحن عايشين بمجتمع مخلط في كل شيء، حلو انه تأرجي انت شو كيف عم بتفكري او تلقي ضوء على شيء ناس ناسينه بمجتمع. يعني يس. وكيف عم بيكون تفاعل الناس، خصوصا انه اليوم بحساب ساره في ما يقارب 300,000 متابع، هذا رقم كبير، وبالتالي المحتوى والقصص اللي انت عم تحكي عنها هي جدا شيقه. كيف عم بيكون التفاعل معك؟ الحمد لله لغايه هلا يعني كل المحتويات اللي عم بقدمها عم بتلاقي كثير نجاح وكثير تفاعل على السوشيال ميديا، كمان من السوسايتي اللي انا فيها هون بدبي. ما تنسي انا صار لي 15 سنه بدبي، سو الحمد لله يعني عم بتلاقوا كثير تفاعل. يعني مش بس هيك، يعني بشوف ناس حتى بيقولوا لي انه لما حكيتي هالجمله كثير تاثرتي فيني. قد ايه بيعني لي اكثر من انه عملتي لايك للساعه على المحتوى؟ يعني الناس لما بتتذكر انت شو حكيتي، هيدا الامباكت الحقيقي اللي عم بتحطيه بالناس، هيدا هو النجاح بحد ذاته. يعني انا منصتي صار لها 8 سنين، انت اليوم عم بتقولي لي عندك نسبه جمهور كبيره، هل الجمهور اللي عندي اياه على الانستغرام هو هيدا انبنى من 8 سنين لهلا؟ يعني درجه 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 مثل ما يقولوا. بطمح يكون عندي اكثر ووصل صوتي لاكثر ناس، بس اللي عندي اياهم اليوم انا كثير مبسوطه وكثير ممنونه لمشاهديني ومتابعيني، لانهم هول الناس عم بيتابعوا اعمالي مش حياتي الشخصيه. يعني انا قليل تكون متفاعلة على صعيد شخصي على السوشيال ميديا، بتعامل معها على السوشيال ميديا كأنه ماي جاليري، كأنه أنتجت موفي وحطيته بالسينما. فبالنسبة لإلي السوشيال ميديا هي المنصة اللي بعرض عليها أعمالي، فاليوم لما بيتفاعل جمهوري مع أعمالي هيدا فخر لإلي، وهيدا الشيء بخليني إنه أنا أقدر زيد وأعطي زيادة أو أعطي زيادة لشغلي. يعني إذا بتسأليني من سنة لهلا، إذا فكرت إنه أنا أعمل إنه أنا أوصل اللي أنا وصلت له هلا من خلال الأعمال اللي قدمتها، بقول لك لا، كل توبيك بيدعمني أنا أقدم شيء جديد، زيد شيء جديد، سواء كتصوير، سواء كإخراج، سواء ككتابة وكيف حرر وكيف حط الكلام تقدر أقوله، أو سواء كبرفورمينج قدام الكاميرا. فهاي الخبرة بتخديها كمان مع الوقت، فكتير مبسوطة بالشيء اللي عم بعمله واللي عم بوصل له. حلو حلو، جميل جدا. طيب نحن اليوم على أرض إكسبو 2020 دبي، نكرس موضوع الاستدامة. لو
خلينا نتقرب شوي من المحتوى اللي أنت تطرحينه على شبكات التواصل الاجتماعي تحديداً على إنستغرام. هل المواضيع اللي تطرحينها أو كيف تناقشين قضايا المرأة، هل تشجعين على ثقافة التدوير، الاستدامة، ما يتعلق بالأزياء والأناقة أيضاً اليوم كثير، خصوصاً خلينا نرجع على بين قوسين في كورونا تحديداً. نعم. صارت كثير من دور الأزياء تحط بالبنط العريض أو تروج حتى لبضاعتها أن نحن هذه مصنوعة من مواد معاد تدوير أو نحن أصدقاء للبيئة، وصارت الناس تشجع على فكرة بالصدفة البحتة اليوم. أنا على فكرة الجاكيت اللابسة من الأشياء اللي معاد تدويرها. أوه. هذه صدفة بحتة توني أتذكر لأن اللوجو اللي وراء الجاكيت على الظهر مكتوب هذا الكلام. برافو. فصار هذا موضوع فعلا حتمي في الأزياء. أكيد. صح مكلف أكثر في بعض الأحيان. Yeah. بس خليني أقول اليوم أنت كيف تتوجهين للناس على السوشيال ميديا من خلال هذه المواضيع؟ هلا من خلال المحتوى اللي أنا عم بقدمه، مرات عديدة ذكرت هيدا الشيء بحلقات تنسيق الأزياء، وقدمت وعرضت براندات اللي هي بتستعمل مواد قابلة تجديدها وتدويرها، وجربت إنه حبث الناس إنه يكونوا ذكيين باختياراتهم ويكونوا واعيين شو نختار اليوم بخصوص الموضة والأزياء. يعني بدل مثلا ما نكون عم نشتري شيء جلد، فينا نختار جلد مثلا نباتي، جلد صناعي، تنقدر نساعد ونكفي بهالمهمة. يعني هيدي مهمة الجميع صراحة، لازم نكون واعيين ونعرف شو بنختار بالموضة، وبتمنى انه يكونوا بالمستقبل يكون في اكثر علامات انه تقدم هيدا الشيء، تقدم تياب مصنوعة من المواد معاد تجديدها وتدويرها. نعم. سارة، بالمقدمة حكينا عن رسائل وفيديوهات بتكون عم تنجيها للمرأة خصوصا بحالات الصحة المعينة. نعم. وأيضا لأصحاب الهمم. اليوم عبرنا نعرف أكثر عن الحملات الإنسانية رح تكون عم تشارك فيها، أهمية هذه الحملات، وسارة كيف رح تكون عم تشتغل مع هذه الحملات؟ هل فقط على مواقع التواصل الاجتماعي على إنستغرام أو لا رح يكون عندك حضور معين، تفاعل ربما مباشر؟ خبرينا أكثر. يعني أنا لما بلشت عملت هول المحتويات سرد القصص ستوري تيلينج، كانت الأيديا أنه أنا بدي وصل صوتي. ما كانت بحبث أنه مثل ما بيعملوا كل الناشطين أنه بيطلعوا على الستوري وبس بيحكوا ويقولوا. هالقد بحب الصورة، وهالقد بشوف الحياة محتوى، وهالقد بحب أنه أصنع محتوى. يعني أنا مخرجة، درست إخراج، يعني ما فيني إذا بدي أقول كلمة ما بتخيلها فيديو، ما بتخيلها كونتنت. كل زاوية، كل محل بحياتي أو كل شيء بشوفه حواليني بيلهمني أنا صور شيء معين. فلما بلشت أنه فكر بدي ألقي الضوء أكثر على هول المواضيع، تمكين المرأة ومساعدة المرأة ومساعدة رد الجميل للمجتمع، حبيت أنه صورهم بهالطريقة، أنه أقدم صورة رقمية، صورة محترفة مع رسالة توصل للمرأة بطريقة مختلفة. يعني حبيت استعمل السوشيال ميديا بطريقة مختلفة، مش بضرورة يكونوا مثل ما عم بنشوفهم على السوشيال ميديا. هلا أنا استلمت كتير مواضيع مهمة بالحياة وهي كمان تعنيني لإلي. يعني أنا حكيت على المرأة، عملت كونتنت اسمه مين أنت، عملت كمان محتوى أنت القوة. بالمحتوى مين أنت ألقيت الضوء أكثر على ثقة بالنفس. يعني أنت اليوم لما بتعرفي مين أنت وبتعرفي انت شو اللي بدك تشتغليه او شو بدك تعمليه بالحياه، بتصيري بتعرفي شو خطوتك الثانيه. كثير مهم انه بتصيري لما بتعرفي مين انت ما بقى همك الناس شو بيحكوا عليك، بتصير انت عندك هيدي الثقه بحالك. وانا حكيت انت يو ار باور، نحن كنسوان كلنا عنا قوة جواتنا، بتبلش القوة بالثقة بالنفس، وتبلش القوة كمان لما أنت بتسمعي لصوتك من جوا وتجربي تعطي كل، يعني كل من عندك، عرفتي؟ كمان عملت محتوى بشهر أكتوبر
هو ما كان توعية قد ما هو كان محتوى يخاطب المرأة اللي عم بتعاني من مرض السرطان بوقتها. يعني أنا طول فترة حياتي تعرفت عن نسوان انصابوا بمرض السرطان. شفت اللي استسلموا، شفت اللي بكيوا، شفت اللي لبست وحطت ميك اب وحطت شعر وطلعت وحاربت. فشفت كل هول المراحل على كل مراحل بحياتي. فقررت لما اعمل هيدا المحتوى يكون المحتوى يخاطب هيدي المراه اللي عم بتعاني. يعني انا بالمحتوى قلت تطلعي عمريتك وتذكري وشوفي حالك وقولي انا مين. كثير مهم انه مثل ما انت تفضلت بالمقدمه وقلت انه اهم شيء لما انت تكون عندك ثقه بنفسك، وانك حتى فتره العلاج بتبلش بالثقة بالنفس. صحيح، إذا مثل ما قلت في المقدمة، إذا تهتم بنفسك من الخارج بينعكس على الداخل، والعكس صحيح اللي هو أصلاً الأساس. سارة شكراً لوجودك معنا اليوم. مرسي كتير. نورتينا، أثريتي اللقاء، الحوار كان جداً جميل معك. كانت معنا سارة عبدالله مشاهدينا، صانعة محتوى على شبكات التواصل الاجتماعي، وما زال عندنا الكثير من الفقرات، خلوكم معنا، ولكن من بعد هذا الفاصل القصير لا تروحوا.